لو الحكاية فيها إن فيتو ما شفناش مية نظيفة أبداً في حياتنا، عايشين على مية المجاري اللي لو جت تجينا مجاري، وعملنا طرمبات عايشين عليها، وبنروح نحول مية على راسنا عشان نشرب. بقالكوا كام سنة في المنطقة؟ بقالنا 10 سنين إحنا فينا في المنطقة دي، واللي قبلنا واللي قبلنا مفيش حد عنده مية خالص، ونشيل على راسنا. لو تشوفوا منظر الستات وهي شايلة المية على راسها تحزن عليهم، اللي عمود فقر واجعوا، واللي راسها اتخرمت، واللي مرهاش حاجة غير تحول في مية في مية، واللي فرحة بطني مش عم نقدر احول، ومش ما 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 لا اما تطلع تجيب المية على راسك يا اما تموت من العطش جوا بيتك. ومحدش معايا يعني يجيب مية منين، حتى يوصلنا على حسابنا خط مبقاش يسحب، تجيلك ساعة في الفجر يا ما جاتش، وحاليا بطلت خالص، يا اما تجيلك ملوثة بالمجاري. حتى عملنا خط مجاري تحس ان هو بيجيب المايه للبيوت، متعرفيش ازاي. اشتكينا قال لك ايه ده، لسه الهيئه الهندسيه بتاعت المجاري ما استلمتش من المقاول. طب ازاي البلاعات مليان على طول 24 ساعه دراره في بيوتنا؟ قال لك برده ما لسه المهندسين ما استلموش من المقاول الخطه بتاعت اللي عملوه. وهو على كده احنا عايشين، يا اما نروح فين مش عارف، مش عارف احنا نروح فين. المية انا والدة قيصري مرتين، والدة اخر مرة ليا شهر ما بقدرش احول مية، بتجيب لي سلفتي مية، مرة تجيب لي جزازة، ومرة التانية عيالها بيعيط ما بقدرش اجيب. فدلوقتي بجيبها عاد ما بقدرش امشي بيها عشان فاتحة بطني مية الترمبة. كان الحنفيات والحمامات والغسيل بتبقى ريحته وحشه، وتيجي في الصبح تقومي تغسلي بقى وشك تحسي ان الحته معفنه ما منطقش ريحتها. والميه الحلوه برضه ساعات بتبقى نروح نجيبها من بعيد، بتبقى مجاري برضه ساعات ما بنلاقيهاش، بنروح ندور على اخر الدنيا بعيد عشان نجيب الميه الحلوه، ساعات نلقى وساعات ما نلقاش. وانا حاليا دلوقتي والده ليا شهر واحد ما بقدرش احول، ففتحة بطني مرتين قيصري وما بقدرش احول ميه، بتجيب لي سلفة القزازة، وساعات عيالها يعيطوا وما بتمنعليش. فانا قعدت تعبنا، عايزين حد يتصرف يعني يشوف لنا حاجه في المشوار ده. بينا 10 سنين هنا وما فيش ميه خالص موجوده ولا مجنن. وزعت اما تيجي اما تيجي مجار وقرف ولا لا لازمه، ما فيش وضع. وروحنا شركة المية كذا مرة ونجينا وعملنا، قالوا هنبعت لك ناس تشوف السدد ومش السدد، ولا في سدد ولا حاجة، ولا ما فيش مية خالص من أساس. النسوان يعني تعبانين، هدين حلهم رسم وجعام على طول، واللي عندها العمود الفقري تعبها، واللي عندها الماراتيزم وتعبانة، واللي فتحة كيسر وكل حاجة، ما يروح يحولوا مية. دلوقتي احنا ما عندناش مية خالص، دي عامة الكنيسة ماشيين بس. طبعا دي مشكلة، ركبوا لنا الخط بتاع المية وما ركبوش الشارع العمومي. فدي طبعا في حد ذاتها مشكلة واحدة. ماشي. يعني هنا المرافق طبعا تعبانه، بس مشكله المايه هنا ما فيش ميه خالص. احنا شغالين على الترمبات، موصلين كل واحد كل بيت. بتشربوا ازاي وبتستعملوا ازاي؟ لا بنشتري بقى من بره ازازه المايه ب5 جنيه، اللي هو الموضوع الخاص ده. بنشتري مايه من بره، وبتبقى مش مايه حلوه اصلا، يعني مايه مفلتره بس مش حلوه برضه، مش صالحه للشرب. لا هي دي مشكلة هنا، ما في الشارع معظم الشوارع دي كلها ما فيهاش مية، المربع كله ما فيهاش مية. بقالنا بتاع 10 سنين هنا من ساعة ما جينا ما فيش مية.